إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. أما بعد، فيا عباد الله، إن من الآيات العشر التي يراها الناس قبل قيام الساعة خروج يأجوج ومأجوج، ويكون ذلك في زمن عيسى عليه السلام وبعد قتله لمسيح الضلالة الأعور الدجال. ويأجوج ومأجوج أمتان من بني آدم من الترك، وقول أهل العلم عنهم أنهم من الترك لا يعنون به كما نبهت على ذلك فيما تقدم أهل البلاد التي تعرف اليوم بتركيا، وإنما يريدون جنسا من بني آدم ممن يسكنون في شرق آسيا، وسموا بهذا الاسم، وهو مشتق من الأجيج، والأجيج هو صوت النار وصوت تطاير شررها. شبهوا بذلك لكثرتهم وشدة إفسادهم واضطراب بعضهم في بعض، ويدل على أنهم من بني آدم ما جاء في حديث يأتي ذكره، أن آدم عليه السلام ينادى يوم القيامة فيقال له: أخرج من ذريتك بعثا إلى النار. ثم ذكروا في هذا الحديث، وقد ذكرهم الله عز وجل في كتابه الكريم في موضعين، فذكرهم في سورة الأنبياء فقال جل في علاه: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا: يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج، لأنهم محبوسون في موضع من الأرض من وراء سد بناه ذو القرنين كما سيأتي ذكره، فإذا أذن الله عز وجل في آخر الزمان تمكنوا من نقبه واستطاعوا الخروج منه. قال عز وجل: وهم من كل حدب ينسلون. الحدب هو الأكمة والمرتفع من الأرض، وقوله ينسلون أي يمشون مسرعين. قال بعدها سبحانه وتعالى: واقترب الوعد الحق. والوعد الحق هو القيامة، لأن خروجهم إنما يكون قبل القيامة بقليل، ولذلك كان خروجهم أمارة من أمارات الساعة الكبرى. وذكرهم الله عز وجل في سورة الكهف في قصة ذي القرنين، وهو ملك صالح أعطاه الله عز وجل ملكاً وسلطاناً عظيماً، فذكر الله تعالى أنه سار في الأرض وتوجه قبل المشرق، ثم أتبع سبباً حتى إذا بلغ مطلع الشمس، يعني جهة شروقها التي تطلع منها، وهذا يدل على أنهم في مكان من الأرض في أقصى الشرق. فقال سبحانه وتعالى في هذا السياق عن ذي القرنين: ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا: يا ذا القرنين، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال: ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. أتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا.
فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال: هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. فقد ذكر الله عز وجل نبأهم في هذه الآيات، قلت: وذلك في قصة ذي القرنين. فقال سبحانه وتعالى: ثم أتبع سببا، أي أخذ طريقا. قال: حتى إذا بلغ بين السدين، يعني حتى إذا وصل إلى ثغرة بين جبلين، وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، قوما لا يفهمون شيئا من الكلام الذي يخاطبون به، لا يعرفون إلا لسانهم. فقالوا له، قالوا: يا ذا القرنين، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. فهؤلاء القوم شرهم عظيم وضررهم كبير، إذا تركوا في الأرض سعوا فيها إفسادا، إتلافا للأموال وقتلا للأنفس، وكذلك نشرا للشر والفساد. إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ الخرج هو الجعل، أي هل نعطيك جعلا من المال لتبني بيننا وبينهم سدا يقينا من شرهم وإفسادهم؟ فقال لهم ذو القرنين: ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة، أي ما أعطاني الله عز وجل من الملك والسلطان يغنيني عما تعرضون علي من المال، ولكن أعينوني بقوة، يعني برجال وآلات أجعل بينكم وبينهم ردما، أبني حاجزا يحول بينهم وبينكم. ثم قال لهم بعد ذلك: آتوني زبر الحديد، وهي قطع الحديد العظيمة. قال: حتى إذا ساوى بين الصدفين، حتى إذا وضع هذه القطع بين الجبلين ورفع بناءها حتى استوت بالصدفين، قال: انفخوا حتى إذا جعله نارا. قال: أوقدوا على الحديد نارا حتى إذا احمر الحديد وذاب، قال: آتوني أفرغ عليه قطرا، وهو النحاس، آتوني نحاسا أصبه عليه حتى يتماسك وحتى يشتد ويصير صلبا. قال سبحانه وتعالى بعد ذلك: فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. فما استطاع يأجوج ومأجوج أن يظهروه، يعني أن يعلو فوق هذا السد، وما استطاعوا له نقبا، وما استطاعوا أن يخرقوا خرقا في أسفله ليتمكنوا من الخروج. ثم قال ذو القرنين: هذا رحمة من ربي، أي جعله الله عز وجل مانعا بين أهل الأرض وبين يأجوج ومأجوج وإفسادهم، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء. إذا جاء وعد ربي، إذا حان الموعد الذي قدره الله عز وجل لخروج يأجوج ومأجوج، أمكنهم الله عز وجل من خلقه حتى يصير ذلك السد دكاء، وفي قراءة دكاء يعني مساويا للأرض. قال: وكان وعد ربي حقا، كان وعد الله عز وجل حقا لا يمكن أن يتخلف. ثم قال جل في علاه: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، وهذا في يوم خروجهم، فإنهم ينتشرون في الأرض ويملؤونها شرا وفسادا، ويفر الناس منهم فيحاصرونهم. قال سبحانه وتعالى: ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. ثم لا يكون بعد خروجهم إلا زمن يسير، وينفخ في الصور إيذانا بقيام الساعة وإعلاما بمجيء القيامة. قال جل في علاه: فجمعناهم جمعا، أي حشر الله عز وجل الناس ليوم معادهم وليجزيهم على أعمالهم. فهذا ما ذكره الله تعالى من نبأهم في كتابه الكريم. وقد حدثنا أيضا نبينا صلى الله عليه وسلم بشيء من أخبارهم، فروى البخاري ومسلم في الصحيح من حديث زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها قالت: أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما فزعا محمرا وجهه، وهو يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب.
فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه؟ قالت: وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها. فقالت زينب رضي الله تعالى عنها: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. في زمان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم المؤمنين زينب بنت جحش فزعاً محمراً وجهه كما قالت، وهو يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. والشر هنا هو خروج يأجوج ومأجوج كما يدل عليه السياق، فبينه صلى الله عليه وسلم قال: فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بالإبهام والتي تليها. هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم جادون في حفر السد ومحاولة الخروج منه. فلما سمعت هذا أمنا زينب رضي الله تعالى عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: أنهلك وفينا الصالحون؟ رأت أن في خروجهم هلاكا للناس، وذلك لشدة إفسادهم. فقال لها صلى الله عليه وسلم: نعم، يهلك الناس، ولكن متى يكون ذلك؟ إذا كثر الخبث. إذا كثر الخبث، وهو الفسق والفجور بين الناس، ولم يجتهد أهل الصلاح في إزالته وتغييره، فإن الله عز وجل يعم الجميع بعقاب منه. ومما ورد عنه صلى الله عليه وسلم كذلك في نبائهم ما رواه أحمد وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن يأجوج ومأجوج ليحفرون السد كل يوم، حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم: ارجعوا فستحفرونه غدا. كما قلت، هم جادون في حفره، وهم في كل يوم يقتربون من إحداث خلق فيه، وهذا معنى قوله: حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس. يقول الذي عليهم، يعني الذي يكون أميراً أو والياً عليهم: ارجعوا فستحفرونه غدا. قال: فيعيده الله أشد ما كان. فالمانع من خروجهم هو ما يقدره الله عز وجل من رد هذا السد كما كان. قال: حتى إذا بلغت مدتهم وأراد الله أن يبعثهم على الناس حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم: ارجعوا فستحفرونه غدا إن شاء الله. يستثني أن يقول إن شاء الله، يعلقه بمشيئة الله عز وجل، وهم قوم كفار كما قال أهل العلم. فهذا يحتمل أنه يقولها من غير أن يكون عالما بمعناها، فيقدر الله عز وجل لهم أن يحدثوا خرقا في السد ببركة هذه الكلمة العظيمة. قال: فيعودون إليه وهو كهيئته حين تركوه، فيحفرونه ويخرجون على الناس فينشفون المياه. إذا مروا ببحيرة أو نهر فإنه لا يبقى منه شيء. قال: ويتحصن الناس منهم في حصونهم فيرمون بسهامهم إلى السماء فترجع وعليها كهيئة الدم. قال: فيقولون: قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء، أي ظهرنا على أهل السماء وغلبناهم. قال: فيبعث الله عليهم نغفا في أقفائهم فيقتلهم بها. النغف هو دود يكون في أنوف الإبل كما قال أهل العلم، وهذا مما يدل على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى وعظيم قوته جل في علاه. فهؤلاء القوم المفسدون الذي لا يطيق أهل الأرض جميعا أن يردوا بأسهم، يهلكهم الله عز وجل بدود من أصغر مخلوقاته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، إن دواب الأرض لتسمن وتشكر شكرا من لحومهم ودمائهم. وهذا لكثرة عددهم، وقوله تشكر أي تمتلئ شحما وتمتلئ ضروعها كذلك لبنا من لحومهم ودمائهم. وفي حديث آخر عند أحمد وابن ماجه عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه بنحو هذا، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: بعد أن يقولوا قتلنا أهل السماء، فبينما هم كذلك إذ بعث الله دواب كنغف الجراد فتأخذ بأعناقهم فيموتون موت الجراد، يركب بعضهم بعضا فيصبح المسلمون لا يسمعون لهم حسا، فيقولون: من رجل يشري نفسه وينظر ما فعلوا؟
من رجل يشري نفسه، يعني يضحي بنفسه ويبيعها لله عز وجل، يخرج لينظر نبأهم وماذا صنعوا. قال: فينزل منهم رجل قد وطن نفسه على أن يقتلوه، فيجدهم موتى، فيناديهم، ينادي القوم: ألا أبشروا فقد هلك عدوكم. فيخرج الناس ويخلون سبيل مواشيهم، فما يكون لهم رعي إلا لحومهم، فتشكو عليها كأحسن ما شكرت من نبات أصابته قط. وفي حديث المسيح الدجال الذي رواه مسلم في الصحيح عن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه، بعد أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قتل عيسى عليه السلام للمسيح الدجال، قال: فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى: إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم. لا يدان تثنية اليد، بمعنى لا طاقة ولا قدرة لأحد بقتالهم، وهم يأجوج ومأجوج. قال: فحرز عبادي إلى الطور، حرز عبادي إلى الطور، يعني ضمهم إلى جبل الطور حتى يكون حرزا لهم وحصنا من شر يأجوج ومأجوج. قال: ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقولون: لقد كان بهذه مرة ما. وهذا مما يدل على كثرة عددهم. قال صلى الله عليه وسلم: ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخمر، وهو جبل بيت المقدس، فيقولون: لقد قتلنا من في الأرض، هلم فلنقتل من في السماء، فيرمون بنشابهم إلى السماء، يعني بسهامهم. قال: فيرد الله عليهم نشابهم مخضوبة دما. قال: ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم، وذلك لشدة ما يصيبهم في تلك الأيام. قال صلى الله عليه وسلم: فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه، أن يتوجه عيسى عليه السلام وأصحابه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء متضرعين. قال: فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم، فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة. قوله فرسا يعني موتى، هلكا. قال: ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض، فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم. زهمهم يعني دسمهم، ونتنهم رائحتهم النتنة. قال: فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله، فيرسل الله طيرا كأعناق البخت، والبخت هي الإبل الخرسانية. قال: فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله، ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، يعني بيت حجر ولا بيت شعر، فيغسل الله الأرض حتى يتركها كالزلفة. والزلفة هي المرآة، ووجه التشبيه يعني في صفائها ونقائها. قال صلى الله عليه وسلم: ثم يقال للأرض: أنبتي ثمرتك وردي بركتك، فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة، ويستظلون بقحفها، يعني المقعر من قشرها. قال صلى الله عليه وسلم: ويبارك في الرسل وهو اللبن، حتى إن اللقحة من الإبل، وهي الناقة حديثة العهد بالولادة. قال: ويبارك في الرسل حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس، واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس. فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم، فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر، فعليهم تقوم الساعة. بعد ذلك يبعث الله عز وجل ريحا طيبة فتقبض روح كل مؤمن، ولا يبقى إلا شرار الخلق، وهم الذين تقوم عليهم الساعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتهارجون فيها تهارج الحمر، يعني يتسافدون، أي يطأ الرجل المرأة ويزني بها على مرأة من الناس، وعلانية لا يكترث لذلك. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد،
فمما ورد أيضا في السنة النبوية من خبرهم، ما عند ابن ماجه من حديث النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيوقد المسلمون من قسي يأجوج ومأجوج ونشابهم وأترستهم 7 سنين. وهذا حديث دال على كثرة عددهم وعلى أنهم خلق عظيم، فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه بعد هلاكهم يوقد المسلمون يعني النار من قصيهم وهو جمع القوس، ونشابهم وهي السهام، وأترستهم جمع الترس، قال 7 سنين يعني هذه المدة الكاملة. وثبت أيضا في الصحيح من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه عند البخاري ومسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل يا آدم فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك، قال: يقول أخرج بحث النار، قال: فيقول آدم وما بحث النار؟ قال: من كل 1999. قال صلى الله عليه وسلم: فذاك حين يشيب الصغير. هذا معنى قوله سبحانه وتعالى: يوما يجعل الولدان شيبا، أي يشيب في ذلك اليوم الصغير لعظم هوله ولكثرة الفزع الذي يصيب الناس فيه. قال صلى الله عليه وسلم: فذاك حين يشيب الصغير، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قال: فاشتد ذلك عليهم يعني على الصحابة، قالوا: يا رسول الله أينا ذلك الرجل؟ لأنه بيّن أنه لا يخلص ولا يسلم إلا رجل من 1000. فقال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم: أينا ذلك الرجل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج 1000 ومنكم رجل. قال بعد ذلك: ما أنتم يومئذ في الناس إلا كالشعرة البيضاء في الثوي الأسود أو كالشعرة السوداء في الثوي الأبيض. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا ربع أهل الجنة. فحمدنا الله وكبرنا، ثم قال: والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة. قال: فحمدنا الله وكبرنا، ثم قال: والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة. إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثوي الأسود أو كالرقمة في ذراع الحمار. فهذا الحديث بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن يأجوج ومأجوج يكونون يوم القيامة من أهل النار لأنهم قوم كفار، وبيّن فيه كذلك صلى الله عليه وسلم كثرة عدد من يدخله الله عز وجل يوم القيامة إلى النار. ولكن لما اشتد ذلك على الصحابة بيّن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن كثرة هذا البحث الذي يساق إلى النار إنما هو لكثرة الكفار وفيهم يأجوج ومأجوج، وقد تقدم معنا أنهم خلق عظيم من خلق الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم أنه يرجو من الله تعالى ويطمع أن تكون أمته شطر أهل الجنة يعني نصف أهل الجنة. وقال أهل العلم: وجاء النبي صلى الله عليه وسلم واقع متحقق بإذن الله جل في علاه. فهذا ما صح عباد الله من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم في شأنهم وذكر نبأهم، والناس يتناقلون أخبارا عنهم لم تثبت في شيء من الأصول المسندة المعتمدة، كقولهم أن آذانهم عظيمة فيفترش الواحد منهم أذنا ويتغشى بالأخرى، فهذا كله مما لم يقم عليه دليل. قال العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى: وهم يشبهون الناس، لأنهم من ذرية آدم، قال: وهم يشبهون الناس كأبناء جنسهم من الأتراك المخرومة عيونهم، الزلف أنوفهم، الصهب شعورهم، على أشكالهم وألوانهم. ومن زعم أن منهم الطويل الذي كالنخلة السحوق أو أطول، ومنهم القصير الذي هو كالشيء الحقير، ومنهم من له أذنان يتغطى بإحداهما ويتوطى بالأخرى، فقد تكلف ما لا علم له به وقال ما لا دليل عليه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يثبتنا على دينه، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك،
وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.